تضحي العقائد تحت الحزب الجمهوري اللي بتبين لك يا اخواننا انه الناس ديل ما مشكلتهم في حزب او جماعه، وانما مشكلتهم مع اصل الدين في القران وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الشريعه، انه قالوا الانسان بيحصل مرحله، ده كلام محمود محمد طه، بيستغنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا حاقرا لك الكلام من كتابه، ده كتاب رسالة الصلاة، الطبعة السادسة، ديسمبر 1973. طيب، بيتكلم عن انك بتعبد ربنا سبحانه وتعالى لحد ما تحصل مرحلة انت حتستغنى فوق عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده يا اخواننا من الكفر، لأن الإنسان لا يستغنى عن الشريعة حتى يلقى الله بها. ربنا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من شنو؟ من الخاسرين. طيب، هنا قال بيتكلم عن إنه الزول بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لحد ما يحصل مرحلة بيستغنى عنه. قال ثم إنه بفضل هذا الاتباع، يعني اتبع الشريعة حقة الرسول صلى الله عليه وسلم، انعكست الأنوار المحمدية على المقلدين، يعني الزول اللي بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل على حسب بلائه، فأصبح نظره يقوى حتى استطاع أن يرى مواقع أقدام جبريل. قال لحد ما بقى يعاين أقدام مواقع أقدام جبريل، أنا ما أعرف الزول ده قاصد جبريل منو. المهم، قال التي كانت خافية في أول أمره ثم سار في إتقان تقليده حتى رأى مواقع أقدام الله التي كانت خافية على محمد. انتوا يا اخواننا مركزين معايا، الزول ده بقول في شنو؟ قال ده من شدة ما قل التمام بقى يعاين لأقدام مواضع أقدام الله. وطبعا ده ذاته كلام من راسه هو، عرفته؟ وقال التي كانت خافية على محمد. شوف الزول ده قال، فأخذ يوضحها له جبريل بسيره عليها، وسار محمد بسير جبريل حتى قوي فاستقل بالرؤية والاتباع. فإذا رأى المقلد المجود لتقليد النبي مواضع الأقدام الإلهية فإنه يستقل بالرؤية وبالاتباع، فيكون في آخر أمره وبفضل إتقان تقليد النبي مقلدا لله بلا واسطة النبي. الزول ده داري يقول لكم شنو؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مرحلة معينة، وهو ينظر إلى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ودور النبي صلى الله عليه وسلم كأنما هو منتج له تاريخ صلاحية، فإذا وصل إلى هذه المرتبة والمنزلة التي يريدها فإن تاريخ الصلاحية ينتهي. الكلام ده كفر ولا ما كفر؟ ربنا عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون. أول حاجة جاب الواو الموطئة للقسم ولا النافية، وجاب حرف القسم، وأقسم بربوبية خاصة وهي ربوبية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. مش إنه تقول أنا بستغنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تمشي تتحاكم لدينه عليه الصلاة والسلام، وبعد تتحاكم له حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بعد ذاك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما تلقى ضيق من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما قضيت، بعد ذاك ويسلموا تسليما. عرفته؟ وآيات كثيرة جدا، ربنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا. وربنا عز وجل يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وربنا سبحانه وتعالى يقول
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوف الملاحدة ديل ودونا لمرحلة إنه نحن لابد نوري المجتمع ونذكره بإنه ما بتقدر تستغنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف وصلونا يا مرحلة عرفتها؟ أديك في الصفحة القبلية صفحة 78 كتاب رسالة الصلاة. في جمهوري يقدر يا ناظر تقدر تجي؟ وقت خافوا قاموا رسلوا مرة قالوا دارة ناظر أخونا الشيخ الفاضل شيخ مزمل مرة ودي ناظروها كيف وكبيرة ذاته أظن لاقطنا كانت مقرشة لها 45 سنة وجات مارقة قالت تناظر تناظري شنو انت عرفتها؟ وديل كأنهم يطبقون مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة عرفتها؟ وده هوس كله. طيب هنا بيتكلم برضو عن إنه الإنسان بيجود العبادة لحد ما يحصل مرحلة معينة. قال فيأخذ كل عابد مجود من الأمة الإسلامية المقبلة، يعني لما تحصل مرحلة التجويد للعبادة بتنتقل لمرحلة ثانية. أها هي مرحلة شنو؟ قال وتكون له صلاته، يعني ودلت كلام اللي قاله الدالي في التلفزيون، قال بتبقى عندك صلاة براك، صلاته وصيامه وزكاته وحجه، ويكون في كل أولئك أصيلا، ويكون في كل أولئك متأسيا بالمعصوم في الأصالة. عرفتها؟ لحد ما قال حتى يكون له شهادته. طيب نحن بنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتك انت شنو؟ شهادتك شنو؟ بتشهد إنه لا إله إلا منه، لكن هو بيشهد أن لا إله إلا محمود محمد طه. والكلام ده قالوه هنا في الكتاب ده، كتاب رسالة الإسلام الثانية صفحة 90 91. عرفتها؟ فديل يا أخواننا بيروا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيلزمه. طيب نمشي سريع. نمرة 5، النازل بيطعنوا في القرآن عديل، قاموا قسموا القرآن لمكي ولمدني وقالوا القرآن المكي ده حقنا والقرآن المدني ده القرآن الكعب. عديل اسمع كلام القراني. جاي نقول انه الايه المكيه اصل، لانها بتدعو للحريه ولانها بتدعو للمساواه ولانها بتدعو لحريه الاعتقاد، والايه اللي نزلت في المدينه فرع لانها بتصادر حق الحياه وبتصادر حق الحريه. فاذا كان في انسان داير يناقش كلام الاستاذ محمود من ناحيه علميه يقول ان القران ده والله كله زي بعض، ما في واحد افضل من ما في واحد احسن من الثاني. القرآن فيه حسن وأحسن، القرآن كله حسن لكن بعضه أحسن من بعضه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد أي القرآن أية الكرسي. طيب أجيب لي هنا دقيقة، الزول ده أول حاجة داري أصل لك لمفهوم إنه القرآن المدني تكفر به والقرآن المكي تأخذ به، والقرآن ده يا أخواننا كله من عند الله، وربنا عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا. وربنا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا. وأما كلامه بتاع إنه فيه حسن وأحسن، لا هو ما بيرى كده، هو بيرى إنه فيه حسن في حسب زعمه هو ده القرآن المكي، وفي واحد كعب زي ما حتسمع بعد شوية في المقطع البعدي في المقطع رقم 7 في النقطة رقم 7 إنه بيطعن في القرآن المدني عديل. والغريبة إنه داير يستدل على كلامه بالآية بتاعت آية الكرسي، وآية الكرسي دي الآية رقم 255 من سورة البقرة، دي من القرآن المكي ولا المدني يا القراي؟ يا حصلت مرحلة في العلم ما أفضل حصلك فيها. سورة البقرة مكية ولا مدنية يا القراي؟ يا اللي بتخط المناهج للأولاد الصغار، آية الكرسي مكية؟ أنت دار تستدل على إن القرآن المكي أحسن من المدني، ونحن عندنا القرآن المكي والمدني كله أحسن وكله أفضل
وكله خير وكله كلام الله سبحانه وتعالى وكله نؤمن به نحن، لكن ده بيكفر بالقرآن المدني. عشان يأصل لي كلامه ده إنه المكي أحسن من المدني، استدل بآية من القرآن المدني: هل وجدتم بلادة كاليوم قط؟ حصل لقيتكم بلادة أكثر من دي؟ أنا والله ما لقاني. زول متناقض ما بيقول له جملة واحدة إلا في 10 متناقضات، وقال هو وصل مرحلة من العلم زول في السودان شك ما حصلها. زول ما تفكها بالراحة، عرفتها؟ فده زول كذاب مجرم. فربنا سبحانه وتعالى نزل أحسن الكتب على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نشوفه ليه بيطعن في القرآن المدني وقال وبيزعم إنه بيقبل في القرآن المكي. واصل قلب وقلب القرآن ياسين وياسين لها قلب. فالقرآن المكي أفضل من القرآن المدني وأحسن منه. والله قال واتبعوا أن أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. شكرا جزيلا. طيب الآية دي بتتكلم عن القرآن والكتب التي سبقته. ربنا قال الله نزل أحسن الحديث شنو؟ كتابا. كتابا ده يعني الكتب القبلية، يعني أحسن الكتب نزل الله القرآن. مش المقصود إنه القرآن المكي أحسن من المدني، ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال القرآن المكي يدعو إلى المساواة وحرية الأديان وإلى المساواة بين المسلم والكافر، ده حسب كلامه. طيب أنت ما قريت في القرآن الصور ربنا سبحانه وتعالى نزل وعيدا للكافرين؟ ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أها الآية البعدية شنو؟ إنا أعتدنا للكافرين، دي آية مكية. أهذه كيف رأيك فيها شنو؟ سلاسل وأغلالا وسعيرا. رأيك شنو في الآية دي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال انطلقوا للكفار، ده سورة من سور القرآن المكي. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. رأيك شنو في ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ده رأيك شنو؟ ده قرآن المكي، عرفتها؟ احنا ان شاء الله نصلي ونجي راجعين، ما عندي نقطة واحدة ان شاء الله نبينها بإذن الله. نواصل ان شاء الله الرد على ما ينشر هؤلاء الملاحدة ويطعنون به في الإسلام. وكون يا اخواننا انسان يقول انه القرآن المكي دعا الى المساواة بين الأديان وبين المسلم وغير المسلم وانهم كلهم واحد وإنه ينظر للإنسان كإنسان، يا أخواننا كلام باطل أبطل ما يكون. ربنا سبحانه وتعالى قال وقل الحق من ربكم، والآية دي بيحاولوا الملاحدة يفهموها للمسلمين غلط، يقول لهم الآية دي قالت ليك اعمل أي حاجة، لأنه ربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن يا أخواننا ده أسلوب التهديد، يعني ربنا بيّن لك طريق الهداية وطريق الضلال، بعد ذلك قال لك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب من يكفر حيحصل له شنو؟ حيخلوه ساي يوم القيامة؟ ما حيحاسبوه؟ ربنا قال إنا اعتدنا للظالمين نارا، ده تهديد ولا ما تهديد؟ أحاط بهم سرادقها، يعني ما بيمرقوا منها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وأما ودي الآية دي صورة مكية طبعا، صورة الكهف. وأما قوله إن القرآن المدني صادر الحريات، فنحن بنقول لك القرآن المدني صادر حريات المجرمين، لأن القرآن المدني
الذي فيه غالبية التشريع، ربنا عز وجل نزل فوقه أحكام عقوبة الزنا. أنت ما حر تزني وتخلط الأنساب وتنشر الفسق والفجور زي ما بقى الآن موجود في التلفزيون بتاعنا. حتى العلمانيين قالوا للمذيعات، مع أنه كلام هوس كله ذاته، مرة تمرق لها قدام ناس لا إذاعة لا غير إذاعة، المهم قالوا للمذيعات الواحدة إما كشفت صدورة وكشفت شعرة ومشت متبرجة، عرفتها؟ وفاتنة كأنما تتزين لزوجها في ليلة العرس، قال لها ما بتبقي مذيعة هنا ونقطع منك عيش. وفي وحدات أصلا الموضوع ده حقهن، ده موضوع دارات ينشرن الضلال ده. وفي وحدات إيمان ضعيف، أتراهد الحاصل. ولذلك يا أخواننا القرآن المدني إنما صادر حريات المجرمين، قال لك ما تزني، اللي بيزني وهو محصن متزوج قبل كده ده طوال يرجمه، والزول اللي قبل كده ما متزوج يجلدوه 100 جلدة ويغربوا يبعدوا من المحلة اللي وقعت فيها الجريمة سنة كاملة. وقال الزول اللي بيرمي له زول بالكذب والبهتان والقذف إنه عنده عقوبة ينجلد، عرفته؟ والزول اللي بيسرق ويتعدى على الأموال يقطع له يده، والزول اللي بي بي بيقوم يخرب الألفة بين المسلمين ويخرق ويعني يقطع الأوصال والوشاي بتاعت المجتمع المسلم، ربنا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ده في القرآن المدني، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب انت قاصد ياتو انسان صادر حريته، الساري ولا العفيف، الزاني ولا زول البعيد من الزنا، القاتل ولا زول ما قاعد يقتل الارواح، اللي بيقطع الطرق ويروع الامنين وينهب في الطرق وفي الاسفار، ولا انت قاصد ياتو ده ما دفاع عن المجرمين؟ ها ده ما دفاع عنهم؟ ده القرآن المدني، القرآن المدني ما جاب عقوبة إلا لزول مجرم، أنت يا توفي. ما سؤال، القرآن المدني حرم لك علاقاتك ونظم لك، قال لك في الزواج ده ما تزيد على 4، قال لك ما تتزوج أمك ولا بنتك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا مرت أبوك إلى آخر. ربنا ذكرهم في سورة النساء وهي مدنية. طيب انت يا زول يا قلت انت كافر بالقرآن المدني، اها امك حلال ولا حرام؟ للقراي اختك كيف؟ لانه ده بعد شوية اذا الناس قبلوا منه طوال يعملوا لك عقد واحد زي الهنود، والله جايبين قبل فترة قبل سنوات 5 تقريبا جايبين واحد هندي يتزوج حبوبته، قال عشان يقدر يخدمها، يخدمك أبدرك إن شاء الله. ها ديل دايرين يوصلوا المجتمع للمرحلة دي، شوف الناس ديل. طيب فالقرآن المدني دي يا أخواننا فوق الأحكام السمحة اللي بيفرح بها المؤمن، نظم العلاقات، عرفتها؟ خلى المجتمع ده مجتمع راقي، ما مجتمع بتاع بهائم، مجتمع بتاع شهوات، مجتمع ما عنده قيمة لدين ولا لأخلاق. وده البيكره القراي والشلة بتاعت الملاحدة.